مشاهدين في قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشرين صباحي جديد. نتواجد الآن بالساحل الشاطئي، كيف كتشوفوا ناس خارجين كي يديروا حركات رياضية، كيتمشاو كيديروا لاماش. إذن جو آخر كاين هنا الشاطئ الساحلي عين دياب، من بعد ما كان الحجر الصحي سيد الموقف لمدة 3 أشهر. كنشوفو دابا في هاد الأثناء الناس خارجة كتريني كتجري، الناس لي كيديرو لاماش خارجين. إذن الحمد لله على عودة الأمور شيئا فشيئا إلى طبيعتها، لكن راه الإصابة والوباء باقين كاينين معنا. إذا مزيدا مزيدا من الحذر. كتابعو معنا الناس كتجري كتقوم بحركات رياضية للحفاظ على الرشاقة البدنية. شوفوا بأن حتى الرجال قاموا بهذه العملية ديال الرياضة. إذا نتواجد دائما بالشاطئ الساحلي عين دياب، كيف كتشوفوا هذه هي الأجواء بهذا الشاطئ. ربما الناس باقي ما فاقتش، ربما الناس بقى خايفة خصص للعب الأطفال، كيبان بأنه فاغر. ما نقدرش نقولوا عن أخيه لكن خاوي.
إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية الدرس المباشر. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.